نداءات ويعود سريعا ليغطي على الكره الماضيه احمد الاحمد انطلق برشاقه كبيره مهاري مراوغ الاحمد يحضر فرصه الهدف تضيع اليمنى للاعبين الاثنين ينطلقان معا وسويه واحمد الاحمد بالمهاره بالابداع السوري بالكره الجميله يدري احمد هناك على الجبل اليمنى احمد ايضا يمر مهاره فرديه كبيره يملكها احمد يصوب من بعيد احمد الاحمد كره تعلو العارضه اول تسديده بهذه القوه من جرب كرة باقية لمصلحة منتخبنا أحمد يهيئ وعنز يصوب بعيدا فاصل مهاري فاصل من المراوغة رائع قدم أحمد لأحمد لكن لم يكلل بالنجاح الكرة الأولى كانت يعني ما بين التصويب والعرضية من حنان هنا الأحمد راوغ ومر تابع مشواره في المراوغة لاحظ الفاصل المهاري استعراض كبير سوري أمام شباك الحارس فرنانديز تقدم لأحمد الأحمد أحمد يتوغل يصور كرة جنوبية جميلة من أحمد الأحمد المباريات مطلوبة التصويبات مطلوبة ذروة أحمد الأحمد البديل الوحيد حتى الآن في لقاء اليوم في جزاء فيها خطورة أحمد الأحمد مراوغة ومرور لكن التصويبة لا تثير في اتجاه أحمد الأحمد محاولة الانطلاق والاختراق من أجل هدف سادس في اللحظات الأخيرة قبل الصافرة أحمد يراوغ يحتفظ بالكرة
سريع اللقطة فيها انطلاقة من هناك أحمد الأحمد محاولة التوغل يراوغ يامار يبحث عن زاوية التصويب المناسبة أحمد الأحمد يحتفظ بالكرة مركوز في المرمى من المهارة الفردية لأحمد الأحمد هنا المراوغة والمرور يتلاعب بدفاع تيمور ويسجل عبد الهادي شلحة هدف هو الشخص الثاني المحاولة التصويرية بأقدام الأحمد ثنائية رائعة مع الأشقر أحمد يتوغل أحمد يحطم هدف أول يمر بصورة غريبة من محمود البحر البحر لا يترجم المجهود الرائع لأحمد الأحمد في هذه الكرة لاحظ الانطلاقة روحة In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? كرة فيها مرور من أحمد الأحمد عبرية قصيرة يا حسين